عيد المولد النبوي الشريف، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. بهذه المناسبة نتقدم إليكم أعزائي الكرام ومتابعينا الكرام على قناة الطريق نحو النجاح، نتقدم لكم بأجمل هدية وبأجمل تهنئة بمناسبة حلول ذكرى عيد المولد النبوي الشريف. فعيدكم مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وأهل الله عليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات وكل ما تتمنونه وكل ما تصبون إليه. فعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير.